هذا البرنامج برعاية مزارع البستان. يوسف أيها الصديق، أنت وصف للحياة، أنت كل الحب فينا والجمال والنقاء، حسنك وجه النهار، عفة صدق وفاء، ذا المحامد والمكارم والسماحة والسخاء، صبر على المكاره والكروب والبلاء، تبتغي وجه الكريم، جنة عند اللقاء. استجاب الله تبارك وتعالى لنداء ودعوة يوسف عليه السلام وأدخله السجن كما أراد، لحكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وسندركها من القصة بعد قليل. قال عز وجل: ودخل معه السجن فتيان. يا الله، يوسف عليه السلام في السجن، سبحان الله، تعرض لابتلاءات قد تجعل أي حد مكانه، سبحان الله، لو دخل السجن بهذه الحالة وهذه المحن المتراكمة المتتالية، كان ممكن يعني يعلم الناس أشياء خبيثة داخل السجن لا يتعلم منهم إنما يعلمهم. لكن يوسف عليه السلام كان ثابتا، انظر إليه يقف ويحرم في أول القصة من أبيه أكثر من 40 سنة، الله أكبر، ثم يكره ويحقد عليه إخوته قرابة 12 سنة من سن ولادته لحد ما وصل 11-12 سنة، ثم يأتي بلاء آخر أنه يتعرض لفتنة امرأة العزيز أكثر من 18 سنة ويلقى في البئر 3 أيام وحيد شريد ويوضع في السجن لم يكن يعلم ساعتها كم سنة سيمكث، لأنه وضع بلا تهمة، بلا محاكمة، بلا أوراق إنما ألقي هكذا ونسي وهو لا يعلم. يمكن الإنسان لو عرف سيجلس في السجن 20 سنة، 25 سنة، يبقى عارف المدة. أما يوسف ألقوه ونسوه، ولكن ربه لم ينساه جل وعلا، لكن الله لم ينسه. هكذا أي إنسان مكان سيدنا يوسف تعرض لكل المحن دي في هذه السنوات، كان دخل السجن يبقى عنده اضطراب نفسي واضطراب خلقي. حاشا ليوسف عليه السلام، دخل ثابتا بعد كل تلك الابتلاءات. ودخل معه السجن فتيان. من الفتيان؟ أحدهما كان ساقي الملك، والثاني كان طباخ الملك يعد له الطعام. ودخل الاثنين في تهمة أن أحدهما وضع السم، أراد أن يضع السم للملك في الطعام أو في الشراب، فأراح الملك نفسه ووضع الاثنين في السجن. سبحان الله، وشاءت عناية الله أن يرى هذان الصاحبان رؤيا لكل واحد منهما، ليقوما من نومهما ليخبرا يوسف عليه السلام عن تلك الرؤيا. وسبحان الله، يثبت القرآن الكريم أن الرؤيا حق، وإن علم تأويل الرؤيا علم شرعي، وأن الرؤيا قد يراها المؤمن وغير المؤمن، يراها المؤمن لتبشره، ويراها غير المؤمن لتنذره، كما رأى فرعون نارا تأكل ملكه، وكما رأى ملك مصر كأن 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، وكما رأى صاحبي السجن هذه الرؤيا رغم أنهما لم يكونا على دين يوسف عليه السلام. لكن من يعبر الرؤيا؟ أيعبرها كل الناس؟ لا، لابد من شروط معينة للمعبر، أولها أن يكون من الذين يتقون الله ويحسنون إلى الناس ويعرفون بالصلاح والتقوى. ولذلك عندما جاءوا إلى يوسف قالوا له: نحن نريد أن نسألك عن رؤيانا، لماذا اخترتموني؟ فقال صاحبي السجن: لأننا نراك من المحسنين. اللهم صلِّ وسلم على يوسف وعلى يعقوب ومحمد وسائر الأنبياء والمرسلين. وأهاب بالملأ الذي من حوله
يا قوم هل أحد يميط حجاه؟ قالوا وهل كنا لتعبير الرؤى كفأ وما ندري بما معناه. أضغاث أحلام يراها نائم، ولعل سيدنا غدا ينساه. فأجابه الساقي وحقك سيدي، في السجن قد تلقى الذي تبغاه. هو يوسف الصديق قد جربته، والكل يعرف صدقه وتقاه. والكل يعرف صدقه وتقاه. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: وإني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. الله أكبر. إنا نراك من المحسنين. كيف عرفوا أنه من المحسنين؟ عرفوا بسمته، بأخلاقه داخل السجن. عرفوا أنه من المحسنين لما كان يفعله من زيارة المريض. إذا كان واحد مريض داخل السجن، كان يوسف عليه السلام يقف ويجلس ويسهر على راحته. إذا كان واحد محتاج يقف معه، عنده مشكلة يحاول حلها، ثم بعد أن يتفرغ من حل مشاكل العباد يتفرغ لعبادة ربه. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. رأوا سمت أخلاقه، رأوا رغم سبحان الله العجيب إن سيدنا يوسف داخل في اتهام، في جريمة شرف، اتهام في العرض، وهم داخلين في جريمة جنائية، تهمة جنائية، وأصحاب التهم الجنائية دائما ينظرون لأصحاب التهم في الشرف نظرة تعالي داخل السجن. لكن سبحان الله كان الأمر بالعكس. هم رأوا أن يوسف بعيد عن هذه التهمة. لا يمكن هذا الرجل الطيب المحسن التقي النقي يكون هو الذي ارتكب ما قالوا عنه، حاشا له صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك قالوا: إنا نراك من المحسنين، اخترناك أنت لأنك من المحسنين. هل لا تعلمنا الإحسان من سيدنا يوسف ومن أنبياء الله ورسله؟ هل لا تعلمنا أن نكون محسنين مع أبنائنا، في أخلاقنا، مع جيراننا؟ هل لا تعلمنا الإحسان مع ضيفنا، مع زوجاتنا، مع أصدقائنا؟ هل لا تعلمنا الإحسان في السر وفي العلن؟ هل لا تعلمنا الإحسان حتى في صلاتك وزكاتك وحجك؟ أفي العبادة إحسان؟ نعم، عندما تقيم الصلاة لا تؤديها، عندما تقيمها بأركانها وخشوعها ساعتها تكون من المحسنين في صلاتك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المحسنين كيوسف عليه السلام وكسائر أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يوسف الصديق نبينا، وقت الضعف كان حمينا، يما جفت أراضينا، جاب الخير والحب لينا. سلام الله يا صديق.